Good afternoon, dear parents. مساء الخير. اتأخرنا في البولتن الأسبوع ده ليوم الأحد. كان التأخير ده بسبب إنه الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم فيه في البولتن النهاردة هو جداول الامتحانات وفترة الامتحانات، فكنا في انتظار وصول الجدول النهائي من الإدارة التعليمية علشان يبقى عندنا دقة في المعلومات اللي بنقولها. للأسف يعني احنا بنحاول نكون أكثر تنظيما وننظم لنفسنا ولحضراتكم عملية الامتحانات، فحطينا جدول المستوى الرفيع والمواد الخاصة بالمدرسة وأرسلناه لحضراتكم، لأننا مقتنعة إنه لازم حضراتكم والأطفال وإحنا نعرف موعد الامتحان قبلها بوقت كافي. لغاية يوم الخميس ولغاية امبارح السبت ما كانش الجدول نزل في الإدارة التعليمية، اخترنا ان هو نزل النهاردة، وكالعادة والمفاجآت في تغيير في بدايات ونهايات الامتحانات اللي تم إعلانها بشكل مسبق، وبناء عليه بنينا امتحانات المستوى الرفيع والمواد الخاصة بالمدرسة. فطبعا اول حاجة عايزة بس احط عليها هايلايت لحضراتكم ان الجداول اللي تم ارسالها لحضراتكم للمستوى الرفيع تعتبر لاغية، علشان حضراتكم ما تتلخبطوش، نلغي الجداول اللي وصلت لنا خالص حتى لو ما فيهاش تغيير، واحنا هنرسل اليوم او غدا بالكثير يعني ان شاء الله الجدول النهائي مستوى رفيع زائد مواد الوزارة عشان تبقى الدنيا واضحة قدام حضراتكم. طب ايه التغيير اللي حصل؟ التغيير اللي حصل انه تم تحديد يوم الاربعاء 24/12 اللي هو الاربع الجاي، والجداول نازلة النهاردة الحد، تم تحديده ليكون امتحان التربية الدينية او الدين لمراحل أولى وتانية وتالتة ابتدائي، وبرضو امتحان الدين لرابعة وخمسة ابتدائي هيكون يوم الخميس 25/12. يبقى ده أهم معلومة عايزة أبلغ حضراتكم بيها، إنه الدين للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي هيكون الأربعاء القادم، يوم الخميس 25/12 امتحان الدين للصف الرابع والخامس الابتدائي، وتتوالى بعد كده الامتحانات لجميع المراحل وفقا للجدول اللي هيتم ارساله لحضراتكم ان شاء الله زي ما قلت النهاردة او بكرة. الحقيقة انا مش سعيدة وانا بقول الكلام ده، لانه ده وقت متأخر ان احنا نختار بحاجة زي دي، ولكن هو ده اللي حاصل وهو ده اللي بيحصل معانا. We are really working under pressure، ولكن ان شاء الله يكون في خير، وامتحان الدين امتحان ان شاء الله بيبقى بسيط نقدر نلحق نستعد للاولاد بيه، لكن باقي الامتحانات هتكون مواعيدها مقبولة وما فيهاش تغييرات كبيرة عن جدول المستوى الرفيع اللي أرسلناه لحضراتكم. بالنسبة ليوم الخميس القادم كنا برضو في الجدول اللي أرسلناه قلنا إن يوم الخميس انصراف الطلبة هيكون الساعة 12 ظهرا، وعشان أوضح لحضراتكم السبب، السبب بيكون إعداد أو تجهيز المدرسة لبدء الامتحانات، من تنظيم لجان، من عقد اجتماعات هامة لإعطاء التعليمات الخاصة بالامتحانات، استعداد المدرسة وتجهيزها للامتحانات. المفروض إنه ده كان هيتم يوم الخميس 25/12، فإحنا هنغير ده، هيبقى الانصراف المبكر اللي هو الساعة 12 ده بدل الخميس يوم الثلاث القادم، الثلاث بعد بكرة ان شاء الله يكون الانصراف الساعة 12، وبدءا من يوم الاربع هيكون انصراف جميع الطلبة الساعة 1، اللي هو برضو كان المفروض الكلام ده هيبتدي لسه لاحقا مع بداية الامتحانات.
الحقيقة يعني برضو تاني هقول أنا مش مبسوطة، بس هو ده الأمر الواقع، ولأنه الامتحانات بتيجي من الإدارة التعليمية فعلينا الالتزام بهذا الجدول. يعني لو كنا احنا بنحط الامتحانات بتاعتنا كنت أحاول أتقدم بطلب بجدول مقترح مختلف يتناسب مع الوقت والظروف، لكن علشان الامتحانات في المدارس التابعة للإدارة التعليمية كلها موحدة ومصدرها واحد فلازم نلتزم بهذا الجدول. بس من فضلكم بليز بلاش نعمل أي ارتباك للولاد أو حديث عن تغيير في الامتحانات أو عن كذا، أي حاجة تزعج الولاد أو تعمل لهم ارتباك وتؤثر على أدائهم في الامتحانات مفيش داعي. أحسن حل لمواجهة المواقف والمفاجآت الصعبة اللي من النوع ده هو الهدوء والتعامل معها بحكمة وهدوء علشان نقدر إن احنا نعدي إن شاء الله امتحانات أولادنا كلها بالتوفيق والنجاح. بالنسبة لفترة الامتحانات، بعض البيرنتس قالت ما ينفعش يتوفر ويتينج سيرفيس لغاية الساعة 3. للأسف ده ما اقدرش اوفره لأسباب عديدة جدا، انه اولها العاملين في المدرسة والمدرسين بيروحوا في الباصز مع الطلبة، فمين اللي هيقعد مع الاولاد دي؟ ما عنديش حد متاح. الحاجة التانية انه الاولاد دي محتاجة تروح بدري تذاكر او تريح شوية، تنام تتغدى عشان تذاكر للامتحان اللي بعد كده. تالت حاجة انه معروف لينا جميعا كعاملين في المدارس وكأولياء امور انه الانصراف وايام الامتحانات بيكون مبكر بعد انتهاء الامتحان، يعني احنا بنقول الساعة 1 عشان احنا بنعمل مراجعات، لكن انا اولادي مثالا في بعض المدارس كانوا لو الامتحان بيخلص 10:30 المفروض اروح اخده الساعة 10:30، لو الامتحان بيخلص الساعة 11 المفروض اخده الساعة 11 وهكذا. فللأسف بس انا حبيت ارد على الموضوع ده بوضوح عشان كل البيرنتس تستعد لمواعيد الانصراف. مواعيد الانصراف هتكون الساعة 1 بحد اقصى 1:30، لازم المدرسة تكون فاضية من الطلبة أو يكون كل البيرنتس أخذوا أولادهم. بالنسبة للاستعداد للامتحان، دايما أنصح وأكرر الراحة النفسية والهدوء النفسي زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان، اللي ذاكر ذاكر. مفيش حاجة اسمها إن أنا عايزة أقعد أذاكر المنهج كله لابني، ابني طول السنة بيعمل مجهود وبيذاكر، فترة الامتحانات هي فترة مراجعة وحل امتحانات. صدقوني الحل والممارسة البراكتس أيا كانت المادة هو أفضل من إن أنا أقعد عايز أمسك الكتاب من الجلدة للجلدة أذاكره لابني، لأنه ده بيبقى أوفر دوز وقد يتسبب في اختلاط المعلومات داخل عقل الطفل اللي ليه قدرة استيعابية معينة. ما ينفعش ان انا اخلي الطفل يذاكر منهج درسه على مدار ترم 3 شهور في يوم او يومين. ما نضغطش على الاولاد، نحل ونعمل براكتس، والحاجة اللي بتقف معايا وانا بحل برجع اراجعها في الدرس الاصلي. صدقوني دي افضل طريقة. لازم الأولاد أي فترة الامتحانات يحصلوا على قدر كافي من النوم والراحة والهدوء النفسي والتغذية السليمة، يعني الأولاد تاكل healthy food، تاكل حاجات من بشأنها إن هي تنشط الذاكرة وبتعمل على تنشيط المخ للطفل. نبعد عن عدم النظام او التنظيم في المذاكرة والسهر الكتير، لا مش هتنام لازم تخلص، ولو ما نامش كفاية حتى لو مذاكر كويس هيخطئ في الامتحان نتيجة لقلة التركيز.
التعليمات كلنا عارفينها بتاعت ستارز وبتاعت جميع المدارس، بعد إذنكم بس الالتزام بالزي المدرسي أثناء فترة الامتحانات، الالتزام بالمواعيد صباحا. الامتحانات بقرار برضو من الإدارة التعليمية هتبدأ الساعة 8، يعني الامتحان يبدأ 8، يعني الطالب إن شاء الله لازم يكون في المدرسة الساعة 7:30 في ميعادنا العادي بتاع اليوم الدراسي، مش 9، علشان بعض الناس بتعتقد إن كل الامتحانات بتبدأ الساعة 9، لا، احنا امتحاناتنا تبدأ 8 صباحا. وده الحقيقة شيء كويس مش وحش، لأنه الولاد الصبح البدري ده بيبقوا فرش، ولما ينزلوا بدري برضو مش هيتعطلوا، لأنه لو الامتحانات متأخرة الشوارع ابتداء من الساعة 8 بتزدحم أكثر وأكثر، يعني فممكن تؤدي إلى تأخرهم في الوصول للمدرسة. بتمنى التوفيق والنجاح لأولادنا كلهم إن شاء الله. في بولتن تانية بتفاصيل أكتر، بديتيلز أكتر، هأحصل عليها من الكنترول أو لجنة النظام والمراقبة المسؤولة عن سير الامتحانات، وممكن بإذن الله يكون بينا لقاء آخر بكرة أو بعده لو في أي جديد. ولو حضراتكم عندكم أي استفسارات، بس بعد لما يوصل لحضراتكم الجدول النهائي، لو في أي استفسارات أو في أي حاجة عايزين تسألوا عليها، تقدروا تكلموا التي سي آر أو تبعتولي إيميل زي ما دايما بقول على gm@starslanguageschools.com، أو تتصلوا بيا، معظم حضراتكم عندكم رقم التليفون وأرقام تليفونات كمان الكوردينيتورز. احنا بالنسبة لنا فترة الامتحانات تبقى يعني احنا متاحين فيها للتواصل مع الجميع، وان شاء الله مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح والتفوق، واللي انا متأكدة منه ان كل نجومنا الصغار والكبار من اولياء امور وعاملين، ان شاء الله ربنا يوفقهم، لان احنا تعبنا واشتغلنا والولاد ذاكرت، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا.